رئيس لجنة إدارة الملاعب إدارة بطولة لبنان بشكل عام أستاذ إبراهيم ملاح. شو رأيك بافتتاح بطولة لبنان؟ كتير منيح، كتر خير الله. كل شيء كنا مخططين له صار مزبوط، المهم أنه لعبت المباراة وخلصت كتير منيح وما حدا كان زعلان، الكل راضين. وبتصور الكل شافوا اللي عم يحضروا تلفزيون أو اللي عم يحضروا هون أنه كل شيء كان منيح. هلا في كم خطأ تقني صغار مش كبار، رح نجرب كإدارة عم بحكي رح نجرب نصلحهم بالمباريات التانية. وطريقة دخول وخروج الجمهور، تنظيم الجمهور بشكل عام، كيف رح يكون هالسنة؟ كل ما يعني عم نجرب قد ما فينا. اليوم فات الجمهور معه بلش يفوت من الساعة 4 تقريبا. بالظهرة أنا ما كنت برا بس بتصور لحد لا ما سمعنا، إن شاء الله ما بيصير مشكل. اليوم ما كان في كثير جمهور اجمالا، لازم يكون في مولات اكثر. اليوم فايت تقريبا شي 1200 شخص مش اكثر، بس ان شاء الله خير. لا كله عم نخطط له، واذا الناس بتساعدنا بصير خير. يعطيكم العافيه.